صباح الخير مشاهدي قناة شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في هذا المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء، واللي من خلاله غادي نحاول نوصل لكم الأتمنة ديال الخضر في بداية الأسبوع. والحمد لله الخضر رخيصة هذا النهار، يعني خصوصا هذا السيد اللي جينا عنده تقريبا دير الأتمنة كلها بربعة دراهم، خايجو فقط بثلاثة دراهم ياك خويا؟ خايجو ثلاثة دراهم. لفت شحال واصل؟ لفت شحال العام لفت؟ 60 ريال. 60 ريال، يعني أثمنة مناسبة اللي بغى يجي يتقدى واللي ما عندوش، ما كاينش شي حاجة اللي غالية. كاين الدجاج، بطاطا، بطاطا هي اللي زايدة قلتي لي شوية ياك؟ بطاطا هي اللي زايدة. دراهم. والبصل. بطاطا والبصلة هما اللي زايدين شوية في الثمن. ولكن الخضر الاخرى راه كلشي الاثمنه مناسبه، يعني 3 دراهم 4 دراهم. فاللي بغى يتقدى راه ممكن انه يخرج زعما الناس اللي ما عندهمش والناس اللي بسطاء، راه الخضره موجوده في هذا السوق. شنو سميت السوق سيدي؟ سوق المنصور. سوق المنصور، حدا سبيطار المنصور. سوق المنصور راه فيه الخضره تبارك الله موجوده وباثمنه مناسبه. راه ولو سوق راه هو غير صغير، ولكن تبارك الله الخير موجود فيه، كلشي موجود، الثمن اللي كيناسب الجميع. كما كنعرفو حنا في واحد الازمان اللي صعيبه، والناس كتحتاج انها تقتصد وتمشي للبلاصه اللي غادي تقدر تقتصد فيها، واللي غادي تقدر تقدم منها وما تصرفش بزاف، لاننا كنعرفو ان الناس كتعيش واحد الازمه اللي صعيبه بزاف. فسوق المنصور في اثمنه جد مناسبه، اللي بغى يجي يتقدى تقريبا راه كلشي 3 دراهم 4 دراهم فقط. البصله وبطاطا هما اللي زايدين، البطاطا ب 6 دراهم والبصله ب 6 دراهم. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا المباشر هذا، وانكم عرفتوا او قدرنا نوصلوا لكم الاثمنه ديال الخضره اللي عندنا هذا النهار، والخضره اللي معروضه في السوق هذا النهار. هنا مشاهدي قناه شوف تي في، غادي نبداو في امان الله، تلقاكم في مباشر اخر ان شاء الله.